مزامير ترتي المعلمنا داود النبى والملك بركات علينا امين. وانا بكثره رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكلك المقدس، يفرح جميع المتكلين عليك الى الابد يسرون. سوتير وفي نور ترين إيسوس بخريستوس إبشيري ببنوتي تونخ في أو نفشا إني في أوفا في النوتي في أوكساسي كيريا قدس فصل بشارة معلمنا ماري لوقا البشيرة المطار بركات علينا امين. وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. اما هو فقال لها: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. ولما اجتمع الجموع ابتدى يقول: هذا الجيل جيل شرير، يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى وكذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. ملكة التيمن ستقوم في الدينونة مع رجال هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا رجال لنا ويقومون في الحكم مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بكرازة يونان، وهو ذا أعظم من يونان. ها هنا ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت مكيال، بل يضعه على المنارة كي ينظر الداخلون النور. سراج جسدك هو عينك، فإن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، وإن كانت شريرة فجسدك كله يكون مظلما. انظر إذن لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن جسدك كله يكون نريا ليس فيه جزء مظلم، يكون نيرا كله كما يضيء لك سراج بلا معاني. والمجد لله دائماً. بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. اول من طوى بالقديسه الطاهره كانت اليصابات ام يوحنا المعمدان، ثم هذه المراه اللي صرخت في وسط الجامع لما سمعت تعليم الرب، قالت له: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. طبعا المسيح المجد رفض ان الست العذراء تطوب لمجرد انها ولدت المسيح، لان في الحقيقه هي مطوبه كما قال الرب: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. طبعا مطوبة لأنها ولدت المسيح، ما فيش كلام، لكن حياتها كلها مش الحادثة دي بتاعت الولادة
البشارة وتسعة أشهر الولادة، لا لا لا، دي حياتها بجملتها كلها بتفاصيل الحياة ودقائقها كانت تحفظ كلام الله، تطيع الكلمة، تطيع الوصية بأقصى ما يمكن لإنسان أن يفعل. فهي مطوبة على مستوى الحياة، لأن الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهها، أرسل وحيده أتى وتجسد منها. طبعا تطويب العذراء لازم يبقى من ناس يعرفوها، يعني تلاقي ممكن تلاقي غير مؤمنين يمدحوا العذراء ويمجدوها، هو حياتهم أبعد ما يكون عن الله. فتطويب الشفاه ده ملوش قيمة، يعني ناس مش مسيحيين يقول لك احنا بنحب العذراء ونمجد العذراء ونعمل العذراء. التطويب يجي زي التسبيح، زي الصلاة، يجي من قلوب مرضية أمام الله. يعني التقدمات اللي قدموها ناس أشرار، واحد افتكر أن عاوز يسترضي وجه الله فيدفع فلوس، هو شرير، مال ده. فالتطويب الكلامي ملوش قيمة، لكن لما اللي يحبوا العذراء ويقتدوا بسيرتها، يحبوا حياتها، يحبوا سلوكها، يحبوا قداستها، ويبتدوا يتبعوها من كتر الحب، يعني ويتمثلوا بيها. أنا محب واحد قوي قوي قوي، هو يبقى مثل في الفضيلة، بحاول أقلده، أحاول يعني قدر استطاعتي أن أنا أعيش زيه، لأن محبة الفضيلة شيء والسلوك في الفضيلة شيء آخر. يعني ناس كتير قوي قوي يمجدوا البابا كرولوس مجد كبير قوي لأنه عاش حياة الصلاة. كان بيكلمني واحد من الآباء النهاردة، قال لي رغم مرضي وتعبي الأسبوع الأخراني من العذراء ده كنت أصلي عشية والتسبحة والصبح أعمل قداس، يعني أسبوع كان مرهق جدا 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 لكن مفرح. فقال لي جاني فكرة، قال الله ده أسبوع لما يصلي الواحد العشية والتسبحة والقداس يحس بإرهاق شديد كل يوم كل يوم كل يوم، قال له مال الرجل اللي عمل كده مدى الحياة يبقى شكله إيه؟ فقال لي أنا حسيت إنه البابا كرولوس ده خدم الكنيسة بتعب شديد. طبعا بتعب شديد، عشان كده بقول مدح الفضيلة ما هوش حاجة. أمدح رجل الصلاة وأنا بصليش، أمدح الناس اللي أعطوا كل ما ليهم للمسيح وأنا ما بديش. مدح الفضيلة شيء، لكن الحياة في الفضيلة واقتناء الفضيلة والاقتداء بأصحاب الفضيلة شيء تاني خالص. فعشان كده بقول مش مجرد مديح العذراء، لكن لابد أن اللي يمدحوا العذراء يكونوا يتبعوا سيرتها ويحبوا القداسة والنقاوة والاتضاع والخدمة والالتصاق بالله زيها. الجزء الثاني من الإنجيل لما اجتمع الجموع قال لهم جيل شرير يطلب آية، عشان إيه؟ قال عشان يتفرجوا. أعتقد أن احنا برضو في نفس المستوى، جيل شرير يطلب آيات، يطلب عاوز يشوف آيات، عاوز يشوف معجزات، عاوز يشوف الحق. وابتدت الناس كلها تجري ورا ده، الحق صورة بتخر زيت، مش عارف مين بيعمل ايه. جيل شرير يطلب آية، طب يا رب ما تديهم آية.
قال لا هم مش عاوزين الآيات والعجائب مش لأجل التحول الحياة. طبعا خد مثل لما أكل 5000 من 5 خبزات حاجة جميلة أوي أوي أوي، وجري وراه تاني يوم قال لهم إيه؟ تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات فأمنتم. الآية عملت فيهم إيه؟ ولا حاجة، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم، لقيتوا حاجة كويسة يعني مبهرة، اتفرجوا عليها وبسطوا وحكوا بيها وخلاص. إذا كانت الآيات ما تعملش العمل اللي هي من أجله عملت تبقى الآيات ما لهاش قيمة. إذا طلب الناس الآيات من أجل الفرجة ومن أجل التندر بالكلام وحكي وحكي وحكي، الآيات مش لأجل كده. قال يا رب اديهم آية الجيل ده يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. عملت إيه آية يونان النبي؟ قال توبة الناس. آية يونان هي آية التوبة والرجوع إلى الله. ملكة التيمن دي كمان فيها إيه؟ قال ده جت من آخر الدنيا عشان تطلب الحكمة من فم سليمان. ثم أنا قال لهم أنا موجود في وسطكم أعظم من سليمان، عشان كده قال رجال نينوى سيقومون في الدين لأنهم تابوا، فيحكموا على الناس اللي ما تابوش. وملكة التيمن اللي جات من آخر الدنيا تسمع حكس من ستدين الجيل. يعني إيه تدين الجيل؟ يعني الواحد بأعماله ممكن يدين الجيل. يعني يقولك الجيل ده إيه؟ مضروب بالنجاسة، كل الدنيا وكل الحاجات وكل، فلا واحد عاش بالقداسة يدين الجيل. ناس كلها ما عادش فيها أمانة، كله بيسرق كله بيغش وكله بيعمل. لو إنسان عاش بالأمانة يدين الجيل، كله كذاب. طب الصادق يدين الجيل. عشان كده بيقول رجال نينوى يقومون في الدين مع هذا الجيل ويحكموا عليهم، لأن إذا كانت منادات يونان جعلت حياتهم تتغير فكم بالأكثر منادات المسيح. كده بقول أي حد قال المسيح للمجد للرسل الأطهار تجلسون على 12 كرسي تدينون أصباط إسرائيل. ليه؟ لأنهم قبلوا المسيح تبعوه، ودكم رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم. الجزء الأخير من الإنجيل قال سراج الجسد هو العين. عينك بسيطة، جسد كله يبقى مرتاح. مدخل للشرور العين، تقديس الجسد والحياة والفكر العين. صح، العين دي مش اللي بندين بيها الناس، تلخبط الحياة ونتطلع للحاجات اللي لا يجب أن الواحد ينظر إليها تلخبط الحياة. مش هي العين دي اللي الواحد بيحسد بيها ويضايق من الغير ويكره بيها. مدخل سراج الجسد، نور اللي في الجسد العين. إذا ظلمت العين بالخطايا جسد كله يكون مظلم. كلام حلو. عشان كده الواحد يقول ابتدي من هنا، أقول له ابتدي قدس عينك، بص لجميع الناس إن فيهم ربنا، وبص للأمور كلها إنها كويسة. عين بسيطة، في عين لا ترى الشر، وفي عين وحشة جدا تفحص على الشر، تطلع الشر حتى من الخير. ليه؟ لأن العين ضربت خلاص. سراج جسدك هو عينك. عينك بسيطة جسدك يكون نيرا، عينك شريرة جسدك يكون مظلما. عشان كده المسيح قال انظر إذن، خلي بالك لألا تظلم عينك فتفقد النور للحياة. ربنا المجد دائما.
ذنب سوء.